السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية ما ننساش الصلاة على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن نذكر الله لا إله إلا الله. قبل أن نبدأ المقطع يا ريت ما ننساش اللايك ومتابعة القناة أو السبسكرايب، ولنا رأيك في التعليقات تحت. يلا بينا. طبعا زي ما انتم شايفين ده الفلتر اللي ان شاء الله هنعمله في درس النهاردة. ده قبل وبعد، قبل وبعد، قبل وبعد، وهكذا وهكذا وهكذا. هنعمل إعادة ضبط لجميع الإعدادات الخاصة بالصورة. هنفتح صفحة اللايت أو الإضاءة. الإكسبوجر هنخليه صفر، كونتراست هنخليه سالب 71، الهايلايت نخليه 9 سالب 79، الشادو هنخليه 85، الوايتس هنخليه سالب 21، والبلاك هنخليه سالب 34. هروح صفحة الكيرف. طبعا انا عامل اعدادات خاصة بالصورة أو خاصة بالكيرف. ده الكيرف الخاص باللون الأبيض. وده الكيرف الخاص باللون الأحمر. وده الكيرف الخاص باللون الأخضر. وده الكيرف الخاص باللون الأزرق. تمام، هنروح على صفحة الألوان. هخلي التمبريتشر 52، وهخلي التنت سالب 22، الفيبرانس هنخليه موجب
100 الهيو سالب 70 موجب 47. لون المجنتا او الدرجة التانية من لون الارجواني او البنفسجي هنخليه سالب 64، ستريشن سالب 47، اللومينانس موجب 50. نعمل دن، نروح على صفحة الإفكت، خلي التكتشر سالب 23 موجب 28 الكلاريتي، ديزا هنخليه سالب 15. نروح على السبيد تون، نخلي الهايلايت الهيو 226، واللومينانس او الساتوريشن قصدي موجب 52. او 52 ماشي. الشادو هنخليه 200 الهيو ستريشن 23، تمام. وهنخلي البالانس سالب 36، لا 37، افتر عندي بيفور قبل وبعد. نروح على صفحة الديتيل، خلي الشرب 27، الماسكينج هنخليه 64 مو 64، النويز ريدكشن هنخليه 39، والكالر نويز ريدكشن هنخليه 25. كده نكون انتهينا من درس النهاردة. هنعمل كرييت للبريسيت، هنسميها ليمون بريسيت. وفي نهاية كل حلقة بنوريكم الإيديت أو الفلتر بتاع الحلقة اللي فاتت، اللي هو أربون جرين فور أند أفتر. كده نكون انتهينا من درس النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.